الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن سلك سبيلهم واعتقد عقيدتهم وسار على منهاجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فانظر في معالم توحيد الله في الحج، كيف أن المسلم إذا طاف ببيت الله وفرغ من طوافه أنه يشرع له أن يصلي ركعتين خلف المقام، يقرأ فيهما سورتي الإخلاص، أي سورة الكافرون وسورة الإخلاص، وهاتان السورتان من تأمل فيهما وجد أنهما مشتملتين أو مشتملتان على توحيد الربوبية والألوهية. فسورة الكافرون فيها البراءة من دين المشركين، وفيها الإخلاص لرب العالمين وأفراده جل وعلا بالعبادة والدين، وسورة الإخلاص فيها وصف الله بأوصاف الكمال ونعوت الجلال وتنزيهه عن صفة النقص وعن كل ما لا يليق به جل في علاه. وتأمل فيما رواه البخاري أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حين طاف بالبيت وأراد أن يقبل الحجر الأسود جاء عنده ثم قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم استلمه رضي الله عنه. ولذلك تقبيل الحجر الأسود ومسح الركن اليماني من شعائر حج بيت الله ومن مستحبات الطواف بالكعبة المشرفة. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: مسح الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود يحطان الخطايا حطا. فالمسلم إذا مسح الركن وقبل الحجر إنما يفعل ذلك امتثالا واقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وطمعا في حصول هذا الفضل، وهو أن تحط عنه خطاياه. بل أخبرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يبعث الحجر الأسود يوم القيامة له عينان ولسان، فيشهد لكل من قبله أو استلمه بحق. ومن معالم توحيد الله جل وعلا في حج بيته السعي بين الصفا والمروة، فإن الله جل وعلا أمرنا بالسعي بينهما. قال عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولذلك لا يشرع السعي في أي مكان على وجه الأرض إلا في هذا المكان.
إظهاراً لعبودية الله وامتثالاً لأمر الله جل في علاه وتحقيقاً لتوحيد الله تبارك وتعالى بالإخلاص له وامتثال أمره وتحقيق عبوديته. وانظر بعد ذلك في رمي الجمار وكيف أن فيه إظهاراً لتوحيد الله وامتثالاً لأمره. ولذلك المسلم إذا رمى الجمرات فإنه يقول مع كل حصاة الله أكبر إظهاراً لعظمة الله ورفعاً لشأنه وقدره جل في علاه. كل ذلك ليتعلم المسلم أن حج بيت الله أداء لركن من أركان الإسلام وفيه من إظهار مظاهر التوحيد وفيه من تحقيق معالم الإخلاص للعزيز الحميد ما لا يدركه إلا من تدبره ومن تأمل فيه ومن عرف الحكم والمقاصد من هذه العبادات والطاعات. وانظر بعد ذلك في ذبح الهدي كيف أن المسلم إذا ذبح هديه ذكر اسم الله جل وعلا. ولذلك من ذبح لغير الله ارتكب جريمة شنعاء، فقد صح عند مسلم من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض. فمن ذبح لغير الله فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من كبائر الذنوب، بل إنه إشراك بعلام الغيوب. فالذبح لله وحده، ومن ذبح لغير الله أشرك بالله والعياذ بالله، إلى غير ذلك من المعالم والمظاهر التي ينبغي أن يعرفها كل مسلم. فحج بيت الله ليس رحلة استطلاعية أو نزهة سياحية، وإنما رحلة تربوية إيمانية يتعلم فيها المسلم من العلوم الشرعية والفوائد الدينية ما يعرف فيه معنى المنافع التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. لذلك نسأل الله تعالى أن يرسخ توحيده في قلوبنا وأن يكتب لنا ما ندعو إليه من توحيد الله وما نسمع، وأن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسنات الجميع، لا سيما ونحن في أيام مباركة العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أي عمل في أيام أخرى من سائر أيام الدنيا بلا استثناء. فلا يزال التذكير موصولا باغتنام هذه الأيام والعمل فيها بطاعة الملك العلام والإكثار من ذكر الله تعالى بالتهليل والتحميد والتكبير وسائر الأعمال الصالحة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. اللهم وفقنا إلى كل خير، اللهم وفقنا إلى كل خير، واهدنا إلى كل بر،
اللهم خذ بنواصي قلوبنا لطاعتك، وخذ بنواصي قلوبنا لمرضاتك. اللهم املأ هذه القلوب من حبك وخوفك ورجائك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمتنا وأن توحد صفنا وأن تؤلف ذات بيننا وأن توفق ولاة أمرنا وأن تحفظ أمننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، ولا محدثين ولا مبتدعين. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن تجعلنا من عبادك الصادقين الذين لا يخشون في الله لومة لائم، ولا يبالون باختلاف أحد ومخالفة أحد إذا كان في مخالفتهم مرضاتك يا الله. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم بذلك ربكم جل وعلا بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.